بالنسبة للجمع العام حاليا أنه عبر أنه نعقد جمع عام 30 يوليوز بحضور ممثل الجامعة مندوبين الشيخ والمدى ممثل السلطة رئيس دول الأعمال ديال التكوين المالي. تم المصدقاء بالإجماع قدم المكتب المسيحيين لفريق ريانويت استقالة جماعية قدم ملتمس من تحويل الجمع العام العادي الى استثنائي لتقديم استقاله جماعيه للمكتب وتم فتح باب الترشيحات وتقدم المنتخبين السيد مستس وميمون خليفه. فاز السيد مستس عن طريق السيري واعطيت له الصلاحيه لتشكيل المكتب الجمع العام لتشكيل المكتب انه لابد يقدم السيد الرئيس السابق عيسى بوستاز استقالته بصفه رسميه باش نبداو مرحله جديده لتشكيل المكتب باش ما يكونوش غير قانونيين. صحيح. حنا مسؤولين لا ممثل الوزاره ولا ممثل الجامعه ولا ممثل السلطه عندنا مسؤوليه قانونيه اداريه انه يمكن تعرضوا للطع ما فينا ما يتجرون المحاكم ولا نعلنوا للجمع العام انه جمع غير قانوني حتى يحضر الرئيس السابق يعطينا استقاله بصفه رسميه نعقدوا الجمع العام لكي. شكون رخص الجمع العام؟ شكون رخص الجمع العام؟ الجمع العام تطلب من الكاتب العام السابق للجمعيه الهلال اللي ما عندوش صفه كاتب جمع العام. واش عنده اصرار؟ وقد تعطى ليه الايصال حنا كنديرو تعرض على الايصال لان اذا كان الطعن امام المحكمه كاين لا اللي عطاو التوصيل ولا اللي ما عطالوش. المهم كاين اللي زكى الجمع العام. انا ما غاديش نتحمل المسؤوليه نزكى الجمع العام. واحد الرئيس.